السلام عليكم وأهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن خبر مهم، وهو انتهاء تصنيع تاني مونوريل لمصر، واللي تم افتتاح خط إنتاج مخصوص ليه في مدينة ديربي بإنجلترا، والهدف هو إنتاج 40 مونوريل خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة. هتستلم مصر أول قطارين منهم في شهر 9 القادم إن شاء الله، بالإضافة لإنتاج 30 مونوريل خاص بخط أكتوبر، وبكده هيكون الإجمالي 70 مونوريل اتعاقدت عليهم مصر. وكمان في اتفاق بين وزارة النقل وشركة ألستوم على توطين صناعة عربات المونوريل في مصر، واللي هيتم إنتاجها بمصانع سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع، واللي بيتم تطويرها حاليا. كل ده بيتم بالتوازي مع سرعة إنجاز مسار المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي هنشوف آخر تطوراته وصلت لإيه. وكمان هنجاوب على سؤال مهم، مصر كانت متعاقدة مع شركة بومبارديه الكندية اللي بتعد أكبر شركة متخصصة في صناعة المونوريل، ليه دلوقتي بيتم تصنيع المونوريل في شركة ألستوم بإنجلترا؟ وهل ده هيأثر على كفاءة المونوريل أو هيكون في اختلاف في المواصفات؟ هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لآخر الفيديو. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات. في البداية بنطمنكم، المونوريل الكندي العظيم اللي تعاقدت عليه مصر بنفس الشكل والمواصفات هو نفسه اللي بتصنعه شركة ألستوم الفرنسية حاليا في خطوط إنتاجها بمدينة ديربي بإنجلترا. وسبب نقل خطوط الإنتاج من كندا لإنجلترا هو إن شركة ألستوم استحوذت على شركة بومبارديه الكندية. بالنسبة لمصر ملهاش علاقة بنقل ملكية الشركة، والاتفاق اللي تم إبرامه مسبقا بنفس السعر والمواصفات مع شركة بومبارديه هتنفذه شركة ألستوم زي ما هو. ودلوقتي نسيب حضراتكم مع الفيديو ونشوف آخر تطورات مسار المونوريل وصلت لإيه. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وهو رهنوا عليك تخسروا وكسبت. الصدمات بتقوي ومش بتهد، شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس، لا يوم سلم ولا استسلم، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وهو رهنوا عليك تخسروا وكسبت. ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر، شفت يا
بتهد شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس انا ابني مصر انا ضد الجسر انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر انا ابني مصر انا ابني مصر قلبي نسر ما اقدرش اعيش ابدا يوم غير وانا حر انا ابني مصر انا ابني مصر انا ضد الجسر انا ضد الجسر انا رافع راسي تملي الفوق طول العمر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.